الامتحان كان عامل ايه النهارده؟ ايه؟ الحمد لله كويس كويس؟ الامتحان كان زي الزفت والله كان زي الزفت ازاي بقى طيب؟ في اسئله القطع مش مفهومه تماما اللي هو داخله في بعضيها وفي كمان الاجابات مش موجود تجيبها ازاي؟ القطع نفسها اخترع بقى اي يعني في اسئله خارج القطع نفسها؟ في اسئله خارج القطع بس وبقيت الامتحان زي الفل يعني هو يعتبر نقدر نقول ان اصعب سؤال القطع حد قال لك غير كده؟ لا لسه بنشوف اهو الباراجراف عباره عن لا الباراجراف كويس كان بيتكلم عن ايه؟ الله اعلم الله اعلم الله اعلم والله مش عارف الباراجراف بيتكلم عن ايه؟ انا دخلت كتبت المقدمه والخاتمه بس الامتحان كان عامل ايه النهارده؟ يعني الحمد لله مقبول مش متوسط في حاجتين ثلاثه بس في سؤالين ثلاثه بس مش كبير قوي يعني طيب تعالى نكمل لا يعني مثلا ما يقارنش بالفيزياء خالص مثلا مستواه يعني كرخامه لا الانجليزي كان رائفين الانجليزي كان اسهل بكتير الانجليزي كان اسهل الحمد لله الحمد لله من الفيزياء خالص طب احنا يعني كان في اخبار ان السيد الوزير يعتبر اعتمد الدرجه النهائيه في حوالي 3 اسئله في امتحان الفيزياء سمعتوا عن كده سمعنا ان في اسئله هناخد الدرجه عامه فيها ان شاء الله دي ده خبر حلو بشركم طب يعني كان في بعض الطلبه بيقولوا ان القطعه بيبقى فيها اسئله من بره القطعه نفسها ده كان حصل بجد في حاجات ممكن تجيبها بالاستنتاج يعني مش متقاله صراحه في القطعه بس تقدر تستنتجها يعني في سؤال بيقول لك البتاع كان متخبي فين فما فيش غير البتاع بقى الشرائط الجزمه الجزمه كانت مستخبيه فين فما والكلب اللي جايبها فهتبقى مستخبيه في بيت الكلب يعني الكلب يعني بالاستنتاج بالاستنتاج طب بالنسبه اسهل سؤال بالنسبه لك والله هو ما فيش اسهل لانه في اسئله سهله وفي اسئله صعبه ممكن نقول اصعب سؤال يعني اصعب سؤال بالنسبه لك انت ايه سؤال فايند وفايندز في برضو سؤال فايند وفايند سؤال كان بيقول يعني كان حاجه قاعده كده يعني كان هي صعبه شويه فرق حرف ايوه وفي سؤال تاني بريك داون وبوت اوف يعني الاختيارات كنا الناس شاكه يعني يعني الناس شاكه ما بين الاختيارين دول يعني بس يعتبر كده الماده الجايه ان شاء الله عندكم هتبقى كيمياء علوم و يعني مش فاكر ادبي هيبقى ايه بالتوفيق يا شباب يوفقكم يا رب مشاهدينا ومتابعينا يعني كان لقاءنا النهارده مع طلاب الثانويه العامه في امتحان اللغه الانجليزيه ما زال الطلبه يخرجون من اللجنه من احدى لجان الثانويه العامه بمحافظه بني سويف يعني الامتحان الى حد ما سهل مع الطلاب ربنا يوفقهم ان شاء الله باذن الله في المواد اللي جايه ويعوضهم خير ان شاء الله عن ماده الفيزياء.